السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. من أجل القصص التي وردت بالقرآن الكريم بعض آياتها متفرقات، هي قصة الحج. والحج تملك تلك القصة بعد نزول آدم، بعد خروج آدم من الجنة، نزوله إلى الأرض. أيا كانت هذه الجنة، هل هي في الأرض ولكن في مكان مختلف، أو في مكان عال، أم هي جنة الفردوس؟ والعلماء على خلاف في ذلك، وهذا لا يقدح في أصل القصة، إنما أصل القصة صحيح أن آدم وزوجه كان في الجنة، ثم تسبب إبليس في نزولهما إلى الأرض، ونزل هو معه إلى الأرض، ثم بدأت رحلة الحياة بعد نزول آدم إلى الأرض عليه السلام. From the best of stories in the Quran, separately or sometimes together, some ayat, is the story of Al-Hajj. Story of Al-Hajj started after the descendant of Adam from the paradise, whether the paradise was Jannat al-Firdawsi or was a special place Allah had prepared in a certain way on earth. Scholars have dispute about that, and it doesn't help us or doesn't contradict our belief. We believe that he was in Al-Jannah, special Jannah, or Al-Jannah itself, and Allah ordered him to leave and to be on earth, and Iblis was with him. And the story started since then. فدلت الملائكة آدم على مكان بيت الله الحرام الذي هو بحيال البيت المعمور في السماء. والبيت المعمور كما وردت الآثار الصحيحة أنه فوق في السماء، لو سقط على الأرض لوقع على البيت الحرام سواء بسواء. وهذا البيت المعمور يطوف به كل يوم 70,000 ملكا لا يرجعون إلى يوم القيامة، منذ أن خلق الله البيت المعمور، ليس البيت الحرام. Angels dated Adam to know where he should establish البيت الحرام، which is exactly beneath البيت المعمور. البيت المعمور mentioned one time in سورة الطور. And that بيت المعمور is almost the same size of البيت الحرام. And if you try to picture the falling of البيت المعمور to the earth, it will go on the top of البيت الحرام exactly. البيت المعمور 70,000 angels they enter that house, holy house, which is in the heaven, and they make tawaf around البيت المعمور, and they don't come back till the day of judgment. That means every day, every new 70,000 angels, because the angels number is uncountable number. Nobody can even take a guess how big is the number of the angels. The only one who knows the number of the angels is Almighty Allah. فدلت الملائكة آدم عليه السلام على مكان البيت وأعانوه على بنائه، وبني البيت الحرام. واختلف العلماء
أين نزل آدم وحواء؟ وهل نزلوا متفرقان أم نزلوا جميعا؟ الآراء متعددة وكثيرة. ويعني أنا نفسي على حسب ما رزقني الله من العلم لم أجد دليل واحد قوي يؤيد ضد باقي الأدلة. هناك من قال نزل آدم في الهند، ونزلت حواء في هذا المكان، ونزل أو نزل هو في على كذا، ونزل هي على كذا، أو نزل هو الاثنان قرابة جبل عرفات ثم التقيا على عرفات، ولذلك سمي بعرفات لأنه التقي عليه. هذه كلها آراء، ولكن يذكرها المفسرون رحمه الله، ولكن لا دليل قوي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه نزل آدم في المكان كذا وحواء في المكان كذا أو نحو ذلك. أنا لا أدري، وليس معنى أن أقول أني لا أدري أنه قد، معنى ذلك أنه لا يوجد، لأن القول بأن لا أعلم دليل ليس معنى أن الدليل غير موجود، قد يكون الدليل موجود لكن أنا أجهل، فأنا لا أعلم دليلا قويا في هذا الأمر. فإن وفقني الله في المستقبل لأن أجد دليلا قويا على هذا الأمر إن شاء الله أوفيكم به وأزود نفسي به في نفسي. ولكل عمل قائد، يعني كل عمل يفترض أن يكون هناك له أمير، وهذا الأمير يتولى توجيهه ويكون عليه حمل أمانته وتدبير أوامره للناس، ويكون الناس مطالبين بطاعته ما أطاع الله أو عصيانه إن عصى الله سبحانه وتعالى. فحتى الحج لا بد له من أمير، والنبي صلى الله عليه وسلم هو خير من حج وطاف واعتمر صلى الله عليه وسلم، وهو أميرنا على بر العصور والقرون صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Every work, every job, every company or whatever should have a leader. And that leader will be responsible for the duties which been put on his shoulder to do all the mandatory things to maintain that business or to maintain that kind of work. And even Hajj. Al-Hajj had an Amir. That Amir was Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Yes, after that every year they assign someone to be the leader of Al-Hajj, and he is Mufti of Saudi. And he takes that position, and if any strong decision should be taken, they go back to him. And everybody has to listen to him as long as he obeys Allah. And they should disobey him if he disobeyed Allah or disobeyed the Messenger. Sallallahu alayhi wa sallam. فخير من حج واعتمر هو الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولذلك سمي الحج على خلاف بين العلماء، سمي الحجة التي حج النبي صلى الله عليه وسلم بالحج الأكبر، سمي بالحج الأكبر لأنه كان أول حج بهذا النبي العظيم الجليل الشريف عظيم القدر عند ربه، عظيم القدر في قلوب من تبعوه. That's why الحج الأكبر was a title been given to the Hajj which رسول الله صلى الله عليه وسلم attended on the year, the 10th year of Hijrah. But there is a dispute between scholars also about that name. Could be every Hajj, could be al-Hajj al-Akbar. As long as people they follow the procedures and the steps of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah. واختلف العلماء وقالوا كل حج هو حج أكبر، ولكن الأولى هو القول الأول الذي أردته عليكم
أنه الحج الذي حجه النبي صلى الله عليه وسلم وكان هو فيه وهو في العام العاشر للهجرة. But I think it's more strong to call al-Hajj al-Akbar to the year which Rasulullah صلى الله عليه وسلم performed Hajj himself with his people صلى الله عليه وسلم. والحج على ثلاثة أشكال. الحج على ثلاثة أشكال. قد يكون إفرادا وقد يكون قرانا وقد يكون تمتعا. وحج النبي صلى الله عليه وسلم الحج الوحيد قرانا صلى الله عليه وسلم وساق الهدي. ساق الهدي يعني أتى بالهدي معه في الطريق حتى نحره يوم النحر صلى الله عليه وسلم. والحج القارن هو نفسه صلى الله عليه وسلم نصح أمته بخلاف ما فعل. وفي الحديث الصحيح المرفوع إليه صلى الله عليه وسلم أنه قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لو استقبلت من أمري ما استدبرت يعني لو العجلة رجعت تاني لفسخت الحج وجعلتها عمرة. يعني كان يريد بعد أن ساق الهدي ونوى نية الإحرام فبعد أن نوى تمنى لو كان استطاع أو هدي إلى فعل التمتع فيحرم بالعمرة أولا حتى ينتهي منها ثم يحرم بالحج في يوم الثامن من ذي الحجة. رسول الله صلى الله عليه وسلم he acknowledges three types of Hajj. The single Hajj, which we call it Ifrad. The combined Hajj, which we call it Al-Qiran. And the separated Hajj, which is Tamattu', separated from Umrah. Umrah is separate, and he stays a day or half a day or some days enjoying his normal life, and then he starts on after Fajr of the 8th of the Qi'dah, of the Hajjah, he starts the procedures of Hajj, and he makes Ihram once again. He, sallallahu alayhi wa sallam, made the only Hajj in his life was combined between Umrah and the Hajj was 1 year. Fayaqul, he's supposed to say, after dressing Ihram, he's supposed to say that بَيْكَ اللَّهُمْ حَجَّةً فِي عُمْرَةً أو عُمْرَةً فِي حَجَّةً. فالنبي صلى الله عليه وسلم, the Prophet صلى الله عليه وسلم said, if the time could be returned, I should have make it عُمْرَة separate and then the حج would be separate. But because he confirmed his niyyah صلى الله عليه وسلم to be قارن, while some other people of his companion they were mufrid because they were poor, very poor, they couldn't bring some sacrifice with them. Because if you will be قارن, you have to take a sacrifice with you. And nowadays the issue is different. I will speak about it when the time comes in China. People don't, even if they intended to make combined the Hajj, they don't bring a sacrifice with them. Because sacrifice is presented over there in Mecca, or nowadays they have something like tickets, they buy it. While the tickets has some comments regarding the tickets, but if you fulfill what you need when you buy the ticket from some companies over there called the Rajahi, so it could be sufficient if you fulfill the condition. You put condition to sacrifice it on the day such and such, on time such and such, and you choose the sacrifice yourself. So if you can do that, it could be sufficient if you compare with what Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Otherwise, the best way of Hajj is to make it tamattu'. If you can buy sacrifice.
And if you cannot by sacrifice, you still make the Mecca, and you fast 3 days in Mecca, and 7 days when you go back to your family. الحج الإفراد يقول المرء لبيك اللهم حج فقط ثم يظل على إحرامه حتى ينهي مراتب الحج. الحج single حج is to say after you put إحرام is to say oh Allah I intended to make single حج for you and this niyyah should be confirmed during the months of Hajj. فإن الحج له أشهر معلومات كما قال الله عز وجل. ما المقصود بالأشهر معلومات؟ هل يمكنني أن أحج في شوال مثلا؟ هل يمكنني أن أحج في ذو القعدة؟ هل يمكنني أن أحج في أي يوم من ذي الحجة؟ لا، المقصود عقد نية الحج تصح في شوال ويبقى محرما حتى ينتهي من الحج إن أراد وتصح في ذو القعدة ويبقى محرما حتى ينتهي من مراتب الحج أو في الثامن من ذو القعدة من ذو الحجة ويبقى محرما حتى ينتهي من الحج وتصح أيضا في يوم عرفة في الليل أو في النهار لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة فمن وقف بعرفة ليلا أو نهارا فقد صح حجه ما دام وقف بعرفة وكان هناك خلاف على خلاف بين العلماء أنه لا بد أن يكون الوقوف إلى ما قبيل المغرب ولكن كثير من العلماء تبعوا ذلك ووجدوا أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن حج عرفة لم يكن مقيد بشروط معينة زمنية وإنما هو يوم عرفة فإن أقمت هذا الركن الأصيل فقد أقمت الحج كله وتستطيع أن تستمر لنهاية أيام التشريق التي قد تنتهي في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة أو في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة قال الله عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات إلى نهاية آيات رمي الجمار الله سبحانه وتعالى said in the Quran that the time of Hajj started with end of day of Eid al-Fitr. Once day of Eid al-Fitr will be finished, which is the first of Shawwal, so from that time you can confirm Hajj if you can stand that. So it is correct in months of Shawwal to confirm the niyyah for Hajj, but you stay with the Ihram, man or woman, till the day till you finish procedures of Hajj. Could be in any day of the Qadr, which is this month, which we, by the blessing of Allah, we still alive till today. So this you can confirm niyyah of Hajj also in this month. You can confirm niyyah of Hajj up to day of Arafah, because Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, "Al-Hajj Arafah." Hajj equal Arafah or Arafah. Day of Arafah, whoever attend standing for no certain time, even half hour on Arafah, but should be on the valley of Arafah. Because valley of Arafah has two parts, valley of Arana and valley of Arafah. فإن وادي عرفة إذا وقفت به ليلا أو نهارا صح وقوفك ولا يشترط أبدا ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أو يأمر أحد باعتلاء جبل عرفة كما يفعل الناس بغية أخذ الصور التذكارية وبغية التفاخر وظنا منه أنه حجه لن يقبل إلا إن كان في أعلى مكان فوق جبل عرفة فلو كان أحد يعني يستحق هذا المكان لا اعتلاه النبي
النبي صلى الله عليه وسلم. وكلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتاد اعتلاء الجبال. اعتاد اعتلاء الجبال. فهو اعتلى جبل حراء، جبل ثور وغار حراء، وكان يدخل إلى غار حراء، يعتاد على الصعود على الجبال، وكان يعتلي جبل أحد. فوقف ذات يوم على أحد وقال: فارتج أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اثبت أحد، اثبت أحد، فإن عليك نبي أو صديق أو شهيد. وهنا لي وقفة بفهمي، ولا أجبر أحد على أن يتبع فهمي، ولكن الفهم هذا قد يكون رزق من الله إن صحت به اللغة، إن وافق اللغة، وإن وسعه الحديث. يعني إذا كان نص الحديث يسعى هذا الأمر فهذا فيه سعة، ولا يستطيع أحد أن مثلا يجرح من فهم هذا الفهم، هذا ما رزقه الله من فهم. فإن أعجبك هذا الفهم واللغة تدعمه والحديث نصه يدعمه فكل هذا صحيح، إن شئت أخذت به، إن شئت طرحته خلف ظهرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ارتج أحد ماذا قال؟ هذا في أعلى درجات الصح. قال: أثبت أحد. رسول الله صلى الله عليه وسلم وزع طبق جبل أحد وجئت المدينة. And أحد was shaved the heart. رسول الله صلى الله عليه وسلم in some text he hit أحد with his heel صلى الله عليه وسلم وقال: أثبت أحد. And he said, on the top of you, a prophet or a صديق or a شهيد. وكان هو وأبو بكر وعثمان بن عفان على الجبل. كان هو وأبو بكر وعثمان على الجبل. فجمهور العلماء على أن ذلك إشارة له صلى الله عليه وسلم أنه نبي، وإشارة لأبي بكر الصديق أنه صدق رسالته، وإشارة لعثمان بن عفان أن يموت شهيدا. فهذا ما عليه سائر العلماء. ولكن هناك حديث، هناك كلام آخر قد يكون، وهو يقصد نفسه صلى الله عليه وسلم. فهو النبي وهو الصديق الذي صدق الناس ما أتاه من الوحي، وصدق بكلام ربه والوحي الذي جاءه عن طريق جبريل من ربه، وهو الشهيد صلى الله عليه وسلم، لأنه مات مسمون صلى الله عليه وسلم من أثر السم الذي دسته له اليهودية. فهذا فهم آخر، من شاء يأخذ به فليأخذ، ومن شاء فليطرحه وراء ظهره. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتاد اعتداء الجبال. رسول الله صلى الله عليه وسلم when he said to أحد stop shaking أحد on the top of you there is a شهيد there is a نبي means himself and or he didn't say well he said أو صديق. صديق is the one who accepts everything from someone without single doubt. And everybody knows that that is the title of Ibn Abi Quhafa, وهو أبو بكر مشهور بأبي بكر الصديق. فهذا هو يعني اسمه كنيته أبو بكر الصديق. ففهمها العلماء على أنها إشارة لأبي بكر الصديق والشهيد on the top of you also or a shaheed because he said or prophet or صديق or شهيد. All here is not a joke. It is a word been chosen carefully with great wisdom. So it can be شهيد means Osman ibn Affan because he'd been killed while he was reading the Quran, or صديق which is Abu Bakr صديق or the Prophet صلى الله عليه وسلم. And that is which all the majority of ulama follow. But in the same time, there is another understanding
which the Arabic language accepts, and the text itself accepts. When he said, stop shaking Uhud, on the top of you, a prophet, or a Siddiq, or a Shaheed, and the three of them is Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. He is Shaheed because he dies. He died because of the effect of the poison, which the Jewish women put for him in the sheep, in the shoulder of the sheep. And he ate from, and Allah stopped the effect of the poison for several years, till he finished the message, sallallahu alayhi wa sallam, and then Allah released the poison to walk. And then he died as a shaheed, sallallahu alayhi wa sallam. And he is Siddiq. What came to him through Jibreel, he accepted and he believed in it. And he is not a normal Siddiq, he is the best of Siddiq, sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam used to climb the mountains, and he been prepared physically for that. And the description of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, you will find that his joints were so big. The joints of the hands, the knees, the ankles, and the heel. He was very strong built man with big كان ضخم الكراديس صلى الله عليه وسلم. ضخم الكراديس يعني المفاصل كانت ايه؟ ضخمة. لما كانت ضخمة؟ لأن الله أعده لرسالة. ألم ترى أنه مشى من مكة وصعد جبل الطائف على قدميه صلى الله عليه وسلم، والمسافة قد تبلغ 90 كيلو متر أو تزيد أو تنقص لمن يعلم المسافات، ولكنها أضعاف ذلك لأنه صعد الجبل، وهذا الجبل وعر ليس جبل سهل. فهو صلى الله عليه وسلم كان وهلا لهذه الرسالة العظيمة حتى في خلقته صلى الله عليه وسلم إلى جانب خلقه صلى الله عليه وسلم. Allah has prepared Rasulullah صلى الله عليه وسلم with the best of morality for the best of messages. And let me correct myself, not best of messages, because the message was only one message, Islam. But the best of Sharia. Best of Sharia. So, and he provided him also with the best of physical description to be able to do it without being lazy or weak. صلى الله عليه وسلم. فهو مع ذلك لم يعتني جبل عرفات، وهذا لا بد أن يلتفت إليه. لما لم يعتني جبل عرفات مع أنه مؤهل لاعتناء الجبال صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يعتني حتى نعلم أنه ليس من الشعيرة أن تصعد فوق جبل عرفة. كثيرا ما نسمع أن هذا الرجل قد زلت قدمه ودق عنقه وكسرت رأسه، ويتدافعون ويتظاهرون بالعبادة فوق الجبل ويأخذون صورا وهو يدعو الله عز وجل ونحو ذلك. هذا ليس من الحج في شيء. وأنا بنفسي رأيت على جبل عرفات، على وادي عرفات، رأيت الشيشة، ورأيت المدخنون السيجارة، ورأيت الطاولة، ورأيت الكوتشينة. كل هذا كان في الحج، مع أن الآيات في سورة البقرة لا تدل على ذلك. قال الله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. كل ما هو فضل، كل ما هو خير، وما تفعلوا من خير يعلمه الله من خير، اجتنب الشر. لذلك قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني يمكن تشتغل في الحج، مش مشكلة. تسوق وسافرت مع فوق الحج ونويت الحج، أيا كانت نيتك ونويت الحج، تستطيع أن تعمل وتكسب رزقا وأنت تحج، ما دمت تأتي بالأركان والواجبات وتجتنب المحظورات فأنت حجك سليم. وكثير من الشباب يذهب فيبيع الشاي، وكثير من الشباب يبيع الطعام، ويعني مثلا يعمل أرز، يعمل بعض الخضروات، يطهو لحم،
ويأتي به للناس فيبيعه ويكسب، فهذا طيب لا بأس به أبدا ولا حرج عليه ولا يحرمه أحد، لأن الله قال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. This particular آيات in سورة البقرة to tell us that we have to follow certain آداب، certain آداب during Hajj، certain etiquette، certain way of life to be full of goodies. The goodness only, no evil whatsoever. If you do any good, even with a blink of an eye, he will know it and he will reward you. If you do any evil, he will know it and he could forgive you and he can punish you if he wants. So everybody is supposed to avoid showing off in Hajj. Everybody should avoid making haram things. Like I saw myself, those people who smoke the, what do you call it, the hookah? They smoke hookah on Arafah. They brought it with them from their motherlands. With the hookah, وهي الشيشة وهي سبب خراب البيوت. الشيشة هذه سبب خراب البيوت لأنها تخرب الدكان الذي هي فيه. وأنا أنصح من كل قلب كل رجل عنده في دكانه شيشة أو سيجارة أخرجها قبل أن تخرج من الدنيا، أخرجها قبل أن تخرج من الدنيا، أخرجها قبل أن تخرج من الدنيا وتحمل أوزارها على كتفيك إلى قبرك. فمن كان في دكانه شيشة وإن كان في دكانه سيجارة فليعلم أن هناك رب قوي ينتظره وهو غفور، إن تاب وآمن غفر له وقلب كل سيئاته حسنات، وإن أصر حتى يموت بدعوى أن شركائه لا يقبلون وشركائه يعترضون ولا أعمل إيه وانا ما عملتش ايه اصلا غصب عني، كل هذه اعذار لن تقبل منك، واخشى ان مت على ذلك ان تكون في الاخره من الخاسرين. تب الى الله الان قبل ان تخرج من الدنيا. Repent to Allah and get that hookah out of your store if you are a businessman. If you sell it, or that glass thing which is they put the tobacco or they put the drugs in it and they smoke it, or even the cigarettes. All what harm the body and harm the others are haram. You should avoid. لا ضرر ولا ضرار. لا تضر نفسك ولا تضر غيرك. هي قد تجلب عليك رزقا ولكنها ليست الرزاق، وستجد رزقا يدمرك. ثق تماما ان الرزق الذي يدخل من هذه يدمر الباقي، انت لا تدري. وانظر الى اي دكان وضع هذه في نهايته الخراب، صدقني واعتبر، فاعتبروا يا اولي الابصار. ممكن يفضل شغال 20 سنه نهايته الخراب. اتق الله، اتق الله. Repent today before you die and you leave hookah in your store, you leave cigarettes in the store, you leave anything to be used against Islam Sharia in your store, you will be charged. فلنتوب إلى الله ولنرجع إلى الله. إلى هنا أعتذر لأني لا أستطيع أن أكمل كلاما أكثر من ذلك، فأرجو المعذرة. وإن شاء الله يعني إن المولى عز وجل يزيد في العافية كل يوم بحكمته ومنته القليل، فإن شاء الله حتى يتم المعافاة كاملة. أسأل الله أن يعفو عني وعنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونكمل في يوم آخر إن شاء الله، والسلام عليكم.